ممكن تعرفني عن حضرتك وعن تصميم رقعة الشطرنج؟ عقيل خريف فنان تشكيلي. عمل رقعة الشطرنج بواقع 4 أمتار مربع ارتفاع متر، يتكلم عن الثورة الصناعية تجاه البيئة. الثورة الصناعية اللي استبشر بها الإنسان أول ما أجت خيراً، لكن للأسف حصلت بها حربين عالميتين وقنبلة نووية وبناء سدود عملاقة، هذا كله صار بسبب الثورة الصناعية. الثورة الصناعية اللي سوت مخلفات بشرية أكثر من مخلفات النفايات أو نفايات الخردة الصناعية. هذا الموضوع هو محط خطر للعالم كله. اليوم التصحر وجفاف الأنهار كله بسبب الثورة الصناعية والأبخرة وإلى آخره. أتمنى هذا العمل أنه يكون رصد لمخاطر الثورة الصناعية وأذيتها تجاه البيئة والإنسان. شفت أو افتهمت منها أنه عنف ومصاعب، أوكي أشياء مو زينة، افتهمتها يعني. في هذا المربع هناك رقعة شطرنج، فأكيد لفتت انتباهك. ما هي الفكرة اللي توردت إلى ذهنك أول ما شفت الرقعة؟ أول شيء السلام عليكم. يعني إحنا أول ما دخلت هنا أنا هو اللي عجبني المنظر الشطرنج اللي هو يمثل فد خلينا نقول حالة أغلب المجتمعات حالياً اللي دتعيش.